بالحياة شوف طبيب عنده الدواء ابتلاء إلا هدية بس نصبر على البلاء خلي همتك القوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم حلقة جديدة وبرنامج الجراح. أعزائي المشاهدين، كان المفروض يكون ضيفنا وضيفكم النهاردة الدكتور محمود عبد الغفار، دكتوراه جراحات العظام ومدرس بكلية الطب جامعة المنصورة، لكن هو ما جاش لحد دلوقتي وموبايله مقفول، يا رب يكون المعنى خير. هكون معاكم الساعة بتاعت أو الساعة التلت بتاعت برنامج الجراح. أنا عماد عبد الله، أخصائي جراحات الأذن والأنف والحنجرة. هندردش مع بعض عن حاجة بتهم كل بيت في مصر. قبل ما نبدأ ندردش هفكركم، أي حد عنده أي استفسار يختص بجراحة الأذن والأنف والحنجرة ياريت يشرفني بالاتصال على الأرقام اللي تظهر قدامنا على الشاشة، وأنا مستعد للإجابة عن أي استفسار وأي تساؤل من أعزائنا المشاهدين في أي حاجة، بالشرط في الموضوع اللي هتكلم عليه النهاردة. لكن الموضوع اللي هتكلم عليه النهاردة مهم جدا ويهم كل بيت في مصر. السؤال التقليدي او السؤال الشهير اللي كل اب وام بيجيبوا ابنهم او بنتهم ويخشوا الدكتور الانف واذن والحنجره بيسالوه، يا دكتور بنتي ولا بنتي ولا ابني محتاجين يشيلوا اللوز ولا لا؟ ده اللي هنتكلم عليه النهارده، استئصال اللوزتين واللحميه. هنتكلم عن كل ما يختص الموضوع، يعني ايه استئصال اللوزتين واللحميه، امتى بكون محتاج اشيل اللوز واللحميه، بشيلهم لما اجي اشيلهم اشيلهم ازاي، طب بعد ما اشيلهم المفروض المتابعه او اعمل ايه مع ابني ولا بنتي بعد ما اشيل اللوز، ايه المضاعفات او ايه الحاجات اللي ممكن تحصل بعد عمليه اللوز، ايه الحاجات الخطيره اللي ممكن لا قدر الله تحصل بعد عمليه اللوز. ده كله هنجاوب عليه النهارده مع اعزائي المشاهدين، لكن باكد عليكم انا مستني اي استفسار او اي سؤال بكل حاجه تختص او لها علاقه بجراحه الانف والاذن، مش بس استئصال اللوزتين واللحميه. نبدا مع بعض بسم الله. يعني ايه اللوز الاول؟ يعني ايه لوز ويعني ايه لحميه؟ اللوز واللحميه هما جزء من النسيج الليمفاوي لجسم الانسان. طب واحد يقول لي يعني ايه نسيج ليمفاوي؟ اقول له النسيج الليمفاوي ده هو مصارف جسم الانسان، اي التهاب او اي ميكروب او اي عدوى بتصيب جسم الانسان المفروض الجسم بيبدا يفرز ضدها اجسام مناعيه، او بالبلدي كده الجيش بتاع جسم الانسان. الجيش ده بيروح يحارب الميكروب او بيروح يحارب العدو الخارجي اللي جاي يهاجم الجسم ويضعفه ويأثر عليه. هو ده دور اللوز، وده دور ودي دور اللحميه. طيب هل في فرق بين اللوز واللحميه؟ طبعا فرق كبير جدا. اللوز عباره عن نسيج ليمفاوي وفي نفس الوقت يختص بالجهاز المناعي، قبل سن 3 سنين ونص او 4 سنين تقريبا عليه دور كبير، او هو الدور الاهم لمحاربه الميكروبات، او هو الجيش الاساسي، القوه الاساسيه الضاربه لجسم الانسان اللي جسم الانسان بيروح يهاجم بيها الميكروبات. لكن اللحميه دورها في المناعه اقل شويتين ثلاثه. طيب ده اول فرق بين اللوز واللحميه. ثاني فرق، اللحميه وجودها بيعمل مشاكل كتير جدا، بس مشاكل انسداديه. يعني ايه مشاكل انسداديه؟ بمعنى اللحميه دي موجوده فين او مكانها فين؟ مكانها ورا الانف، ورا المناخير. يعني المناخير بتاعتي دي لو انا جيت بالعرض كده عباره عن حاجه طويله، بس مش بس الحته دي، ده لسه مكمله جوه في الجمجمه بتاعتنا لغايه 7 سم تقريبا لجوه، وبعد كده وراها موجود النسيج الليمفاوي اللي اسمه اللحميه. طيب المناخير دي عباره عن ايه؟ ببساطه عباره عن ماسورتين او انبوبتين، دي فتحتهم الاماميه، فتحتهم الخلفيه ورا عند اللحميه. طيب لو اللحميه بتاعتنا سدت الفتحات دي اتسدت، يبقى ايه الحل؟ اصبحت المناخير بتفقد وظيفتها مهمه جدا، وظيفتها ان هي بترطب الهواء، وظيفتها ان احنا بنشم الروائح المختلفه عن طريق الهواء اللي بيخش بيدوب في حاجات معينه ويوصل للخلايا الشم او انسجه الشم الموجوده في اعلى الانف، كل ده بيفقد لما يكون في لحميه.
حاجة تالتة، اللحمية لما تكون موجودة بتبطل عملية الدورة الهوائية اللي موجودة في الأنف، فيبدأ يتجمع سوائل. تلاقي العيل بيشتكي إن مناخيره دايما سايلة، مامته تقول له ده كل يا دكتور ده الولد ده عنده برد طول السنة. اقول لها لا مفيش حاجة اسمها برد طول السنة، أكيد في مشكلة، يا مشكلة في التهاب في الجيوب الأنفية، يا مشكلة إن مناخيره مكتومة من ورا عن طريق اللحمية، وده بيخليه مناخيره تفرز مخاط، وممكن يبقى مخاط أبيض وممكن يبقى مخاط ملون لو جه في بكتيريا أو جه عدوى طول السنة، مش بس وقت وتخف وقت ويروح اللي هو بتاع الالتهاب العادي أو بتاع الحساسية اللي هو بيبقى موجود وقت ويخف وقت، موجود وقت ويخف وقت. طيب هل اللحمية ممكن تأثر على حاجة تانية للأطفال؟ آه ممكن تأثر. ممكن كمان إن هي بتنزل زي ما بتنزل مخاط من قدام بتنزل مخاط من ورا، المخاط من ورا ده ينزل على الحنجرة، لما ينزل على الحنجرة يعمل لي مشاكل؟ آه يعمل لي مشاكل. العيل يشتكي من كحة مستمرة، الأم تقول لك لا ده يا دكتور بيكح كحة ناشفة طول الوقت، بديله أدوية السعال يهدى شوية ويرجع يكح تاني، كل ما أديله يهدى شوية ويرجع يكح تاني، يا دكتور الحل إيه؟ نبدا نبص على زوره وتروح تكشف صدر، حد يبص على صدره، كل ده سليم، يبقى المشكله كلها كانت في وجود اللحميه اللي ورا الانف اللي عماله بتنزل مخاط على الزور. طيب اللحميه والانف ممكن تاثر تاني، ممكن تاثر على المدى الطويل، بتعمل حاجه اسمها ادينويد فيشز، يعني ايه؟ بتغير معالم وش الطفل نتيجه الكتمه او الخنقه او القفله المستمره بتاعه المناخير، فالعيل يبدا يبقى ماوث بريسر يفتح بقه طول الوقت، وهتلاقي الطفل ده بيكلمك كده بالليل طبعا سيمفونيات بالشغل وهو نايم، وصوت عالي وهو نايم، وممكن يعمل صوت بمناخيره او ممكن بقه يبقى مفتوح طول الوقت، ده بيأثر عليه في المستقبل؟ ايوه بيأثر، بيخلي مناخيره حجمها يصغر، بالقاعده الشهيره العضو اللي مش مستخدم بيضمر، اي حد قاعد نايم فتره طويله بتلاقي عضلاته تخس. نفس الفكره مناخير تصغر، الشفايف اللي فوق من كتر النفس فتحت بقه تلاقي الشفايف اللي فوق طلعت لفوق، السنان طلعت لقدام، سقف الحلق طلع لفوق وطلعت سقف الحلق لفوق، ممكن تأثر لي على الحاجز الأنفي، تعمل لي مشاكل تانية في الأنف. زائد ان الفك السفلي بيرجع لورا، الشفايف السفلية بتكبر وتدلدل، كل ده بيغير شكل الطفل وبيغير صورة الطفل ووش الطفل عشان وجود حاجة بسيطة خالص احنا اهملناها وهو صغير اللي هي اللحمية. طيب ممكن تأثر تاني؟ اه بتأثر، بتخلي الطفل او الكبير او اي حد ما بينامش كويس بالليل يصحى تاني يوم تركيزه قليل وعاوز ينام والتعليم بتاعه بيتأخر، ممكن الكلام بيبقى متأخر بالنسبة للطفل، المخاط الكتير مع سوء الكلام او الصوت طالع من مناخيره دايما اللي هو الغنة اللي طالعة من مناخيره دايما دي موجودة، الطفل يبقى عنده المشكلتين دول، ده ممكن يعمل له مشاكل نفسية نتيجة ان اصحابه ممكن يتريقوا عليه، او ممكن يعني الاطفال الصغيرين مبقاش عندهم الخلفيات اللي عند الكبار، ممكن يقول له انت بتتكلم كده ازاي وانت في مشكلة، وتبدأ الابلة حتى تواجه الام، وده بيجي لنا كتير في العيادات، الام تيجي تقول يا دكتور الابلة او المس او المدرسة قالت لي ان الولد او البنت مشكلته الوحيدة ان هو صوته متغير ومناخيره دايما سايلة ودايما فيه مشاكل واصحابه دايما بيتكلموا، لو سمحتم روحوا شوفوه. فالام تيجي تقول يا دكتور لو سمحت شوفوا المشكلة، نبص على المشكلة نلاقي ان هو عنده لحمية كبيرة تسداله مناخيره وكتماله النفس وهي دي اللي عاملة له مشاكل. قد كده المشكلة اعزائي المشاهدين ممكن تبقى صغيرة جدا وتافهة لكن بتعمل لي مشاكل كتير اللي هي اللحمية. طيب دي مشكلة اللحمية، قصة اللحمية. بفكركم قبل ما نخش على قصة اللوز اللي انا مستني اتصالاتكم واستفساراتكم على الارقام اللي بتظهر على الشاشة في خصوص اي سؤال يختص به الانف والاذن والحنجرة مش بس اللوزتين واللحمية. نروح للوز. طيب اللوز اعزائي المشاهدين وظيفتها ايه؟ وظيفتها هي العضو المسؤول عن المناعة غالبا او بصورة كبيرة في الاطفال. طيب هل اللوز ممكن تبقى مضرة لجسم الإنسان؟ أنت قلت لي يا دكتور إن اللوز هي جسم المناعة، طب ليه بتشيلوها؟ حرام عليكم، ده هي المسؤولة عن الحماية أو الدفاع عن جسم الإنسان. أقول له في مثل بيقول الشيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. هنشرح المثل ده على اللوز إزاي؟ اللوز دي هي الجيش أو هي المصنع إنتاج الجيش اللي بيحارب الميكروبات. طيب لو اللوز التهبت مرة واثنين وثلاثة وخصوصا بميكروب معين اسمه ستريبتوكوكس هيموليتيكس، الميكروب ده بيهاجم اللوز مرة واثنين وثلاثة، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان اللوز تبدأ تفرز اجسام مضادة، اجسام مضادة جيش
جيش جيش الجيش ده يبدا يهاجم الخليه دي او يبدا يهاجم الميكروب ده. للاسف الميكروب ده تركيبه او تشريحته تتشابه مع بعض انسجه جسم الانسان. هنقول لكم الانسجه دي ايه لكن بعد ما ناخد مدام شهنده. السلام عليكم. وعليكم السلام. مدام شهنده ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ الله يسلمك. اتفضلي يا فندم. بس حضرتك انا عندي مشكله ان انا كنت سنين عندي بروز في الفك السفلي. عندك يا فندم بروز في الفك السفلي؟ ايوه. فعملت تقويم وبعد ما عملت التقويم بعدها بعدها فتره انا بتنفس من بقي. تمام. فانا مش عارفه اتنفس من مناخيري ازاي كويس وبتنفس من بقي، فخايفه المشكله بتاعت تقويم الاسنان دي ترجعني تاني. طيب انت يا مدام يا استاذه شهنده، استاذه شهنده انت المشكله دي بعد التقويم ولا هي مستمره معاكي من الاول؟ هي مستمره قبل التقويم. فالدكتور بتاع الاسنان حتى قال لي ان انت بتتنفسي من مناخيرك. طبعا طبعا. بتتنفسي من بقك ودي هتتعدل بعد كده. تمام. فانا لسه مستمره في يعني مثلا لما بنام او حاجه في ناس بتقول لي ان انت ما زلتي مستمره ان انت بتتنفسي. طيب. من سؤال يا استاذه شهنده، النفس من الفم او عدم القدره على النفس من الانف مستمره طول الوقت ولا بتروح وتيجي؟ لا مستمره طول الوقت، بس انا لما باجي اتحكم فيها بتحكم بقدر اتحكم فيها، بس لما باجي افتكر او افكر نفسي ان انا اتحكم فيها بتحكم، مش بفكر نفسي لا بتنفس من بقي. طيب الناحيتين ولا ناحيه واحده؟ ايه المشكله دي بقى موجوده في الناحيتين الانف ولا ناحيه واحده؟ نستمع حضرتك. بقول لحضرتك مشكله عدم القدره على النفس من الانف موجوده في اليمين، الانف اليمين او الفتحه اليمين والفتحه الشمال ولا فتحه واحده بس؟ لا انا ما عنديش مشكله في الانف خالص، انا كل المشكله ان انا بتنفس من بقي، وانا خايفه ان موضوع تقويم الاسنان ده يرجع لي تاني، يرجع الاسنان لوضعها اللي هو الشكل اللي كانت عليه قبل كده، وانه طبعا بيسبب لي مشاكل طبعا في ضيق النفس وحاجات زي كده. طب انت طول النهار بتتنفسي من بقك ولا من مناخيرك؟ ايه؟ بالنهار وانت صاحيه بتتنفسي من بقك ولا من مناخيرك؟ لا انا بتنفس من بقي، بس لما باجي افكر نفسي يعني باجي اعمل كنترول على نفسي ان انا اتنفس من مناخيري بقفل بقي، بس طبعا لان الصفه اللي فوق في صعوبه مفتوحه طول الوقت. طيب مش اخر سؤال، اخر سؤال يا استاذه شهنده، فحصتي مناخيرك قبل كده بالمنظار ولا لا؟ ايه؟ حد فحص لك مناخيرك بالمنظار ولا لا؟ لا انا ما لجأتش لاي دكتور انف واذن خالص. طيب ايه؟ ما رحتيش لدكتور انف واذن خالص؟ انا لسه ان شاء الله هروح، بس مش عارفه انا خايفه بس المشكله ترجع لي تاني للأنف. انا هجاوب على حضرتك يا استاذه شهنده. شكرا. جهنت بتشتكي من شكوى اعزائي المشاهدين، هي مش عارفه تاخد نفسها من مناخيرها بصوره كويسه. هي بتقول لما بتضغط على نفسها او بتشم بصوره قويه من يعني بتضغط على نفسها قوي ممكن تقدر تشم مناخيرها، لكن غير كده هي النفس بيجي من بقها اكتر. طيب ايه سبب المشكله دي؟ سبب المشكله دي اعزائي المشاهدين ببساطه ممكن يكون في كذا حته. ممكن يكون المشكلة دي موجودة في الأنف، ممكن تكون موجودة في اللحمية اللي بنتكلم عليها ورا الأنف، ممكن تكون في لحميات موجودة بالأنف، ممكن تكون في سقف الحلق اللي هو الطري اللي هو بيسموه سوفت باليت او سقف الحلق. انت عارفين احنا كلنا اعزائي المشاهدين سقف الحلق مقسوم نصين، نص امامي عباره عن عظم ونص خلفي عباره عن عضلات وانسجه، فممكن سقف الحلق الخلفي اللي هو العضلات والانسجه يبقى تخين شويه او كبير شويه، فبيبدا يخليها تتنفس من بقها، لان هو وهي نايمه واحنا صاحيين بيبقى واقع لتحت فالهواء شغال، لكن وانا نايم السقف الحلق ده مع اللسان بيرجعوا ورا يسدوا لي مجرى الانف، فبيضطر الانسان ياخد نفسه من بقه علشان يعرف يتنفس. طيب حل المشكله دي ايه؟ حل المشكله اولا ان انا لازم افحص الانف كويس. بفحصه عن طريق
الفحص العادي اللي هو بتاع الانف واذن العادي، بعد كده بفحصه عن طريق المنظار، ممكن يكون فيه لحميه زي ما قلنا ورا او لحميه حتى ورا الانف، بعض الاحيان بعرف اكتشف السبب وبعالجه، بعض الاحيان بضطر ان انا اعمل اشعه مقطعيه علشان اشوف حاجات انا مش قادر اشوفها بالمنظار او بالفحص العادي. كل ده طلع كويس ما فيهوش اي مشكله، واشك ان استاذه شاهين ده يكون ده كويس، اكيد في مشكله، لان المشكله لما تكون واضحه وجليه بهذا الاسلوب يبقى اعتقد ان هي بتكون في حاجه واضحه وجليه برضو في الانف هي اللي عامله كده. استاذه شاهين لو حابه ان انت تتواصلي معايا حتى بعد الحلقه كلميني عشان اقول لك على شويه الحاجات والاشعات الفحوصات دي ونعملها ونتابع مع بعض ان شاء الله. لان ده كله كويس بنعمل حاجه اسمها سليب اندوسكوبي. يعني ايه سليب اندوسكوبي؟ يعني بجيب الانسان اللي هو بيشتكي من سواء السنورنج اللي هو الشخير، او بيشتكي من الكتمه بتاعت مناخيره اثناء النوم، او بيشتكي من فتحه بقه، بنيمه بديله حاجه بتخليه مش يتخدر خالص زي البنج اللي هو الجنرال او البنج العام، لا بخليه يهدى، بس اعصابه تهدى ويروح في النوم، وابدا ادخل منظار، بس منظار فليكسيبل طري غير المنظار الناشف بتاع الانف واذن العادي. منظار الفليكسيبل ده بدخله من مناخيره وابدا انزل المنظار اشوف الكتمه فين، هل الكتمه على مستوى اللسان، هل الكتمه على مستوى الحنجره، هل الكتمه على مستوى خلف الانف، هل الكتمه على مستوى الانف نفسها، هل في مشاكل في الديناميكيه بتاعت حركه الهواء، حركه الهواء نفسها فيها مشكله، هي ده اللي عامل المشكله، ده بقدر اشخصه. ده اخر خطوه واخر حاجه بلجأ لها لما يكون الكتمه دي مستمره. يا رب اكون كده جاوبت عليك يا استاذه شهنده، ارجع مرجوعي مره ثانيه للوز. اتفقنا ان اللوز مهمه، واتفقنا ان هي اللي بتفرز جيش المقاومة والدفاع والحماية. طيب هنرجع للوز مرة تانية لكن بعد ما نجاوب على اتصال. السلام عليكم استاذة فتحية. استاذة فتحية السلام عليكم. ايوه ازيك يا مدام فتحية؟ انا عندي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ملك بنت استاذنك استاذة فتحية، استاذنك بس اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون عشان خاطري. طيب ماشي ماشي حاضر. عندي بنت ابني ملك ماشي جابت دم من مناخيرها للتول امبارح الساعة 3 بالليل ماشي، والنهاردة برضو لقيت على المخدة نقطتين كده ماشي. سنها قد ايه ملك؟ رافدني معلش الله يخليه علي. سنها قد ايه ملك؟ ايه؟ عمرها قد ايه؟ نعم عمر ملك، سن ملك 6 سنين. ست سنين. ست سنين. أول مرة يجي لها الموضوع ده السنة دي يا بلان فتحية؟ ايوه اول مره. الناحيتين بينزفوا ولا ناحيه واحده؟ الناحيتين الاثنين. الناحيتين حاضر. انا اعتقد كده انا هجاوبك يا مدام فتحيه، اسمعيني من خلال التلفزيون. اعزائي المشاهدين زي ما بيقولوا في الامثال، اعز الولد ولد الولد. فالحاجه فتحيه بنتها او بنت ابنها ملك عندها مشكله ان هي بتنزف من مناخيرها. طيب نزيف من الانف ده اعزائي المشاهدين وخاصه في الاطفال بيبقى من ضمن المشاكل اللي بتقرق الاهل، وهي في نفس الوقت مشاكل بسيطه جدا. مناخيرنا فيها منطقه بيسموها الليتل اريا او المنطقه الصغيره، الليتل اريا دي بتبقى موجوده على جانبي الحاجز الانفي. يعني لو دي مناخيري اعزائي المشاهدين بصوا معايا كده، لو دي مناخيري في النص حاجه اسمها الحاجز الانفي، على الناحيتين في حته اسمها الليتل اريا. الليتل اريا دي بتبقى منطقه تجمع شعيرات واوعيه دمويه كتير من كذا حته، فبتبقى عباره عن ملتقى الدم، ملتقى الاحبه، ملتقى الشرايين، ملتقى الاوعيه. المنطقه دي في نفس الوقت هي ملتقى الالتهابات، ملتقى المخاط اللي بينزل من الانف. الاثنين لما بيتجمع مع بعض وخصوصا مع الحر، العيل بيبقى احنا دلوقتي في نقله من شتاء لصيف، الولد ممكن يبقى متقل بالليل ويجي يتغطى بالليل فيسخن، فيبدا مع وجود الالتهابات وضعف الشعيرات الدمويه بيبدا المنطقه دي تنزف من مناخيرها. بطمن مدام فتحيه الموضوع تمام، بقاله مرتين بس السنه دي مش متكرر عليها، الموضوع بسيط جدا جدا، وكل اللي احنا محتاجينه من حضرتك كذا حاجه بسيطه، ان انت اولا تنضفي لها مناخيرها عن طريق الاستنشاء الوضوء اللي ربنا قال لنا عليه 10 15 مره في اليوم. معانا اتصال؟ اوكي. مره 15 مره في اليوم تستنشقي من مناخيرها كويس، دي نمره واحد. نمره اتنين اي مرهم مضاد حيوي بتاع العين، التراميسين العادي خالص اللي احنا كلنا عارفينه، نحطه لها يمين وشمال مع اي مضاد حيوي للانف ماشي. دول ثلاث اهم ثلاث حاجات
والاستنشاء مهم جدا جدا عشان الموضوع ما يتكررش تاني، ونكون مهويينها كويس بالليل بلاش الكتمه والحر الشديد اللي احنا بنعمله لها. لو الموضوع اتكرر في الحاله دي بحتاج ان انا اعمل شويه فحوصات عشان اطمن على الدمويه بتاعه جسمها، سرعه النزف وسرعه التجلط، حاجه اسمها تحليل السيوله اللي هو الاي ان ار، ولا اعمل لها صوره دم عشان اطمن على الانيميا. الاربع تحليل دول او هما ثلاثه، صوره دم، سرعه نزف وتجلط هو تحليل واحد، والاي ان ار اللي هو سرعه السيوله، نعملهم ونوريهم لاي حد. لو التحليل دي كويسه بطمن جدا، لو مش كويسه بنبدا ناخد علاجات نظبطها. وزي ما اتفقنا يا حاجه فتحيه، هو مرهم التراميسين بس على مناخير الامور الصغيره، هتبقى زي الفل وهتعيد ان شاء الله. لو القرار التاني احيانا بنحتاج، وده انا ما بحبوش في الحقيقه ونادرا ما بلجأ له، لان الحمد لله معظم الحالات معايا بتخف من غير ما الجأ له، اللي هو بحتاج موضوع الكي. الكي بيخفف العيل او بيخفف الراجل او بيخفف الانسان وقتيا، وبيحط تكوير العرق اللي هو بينزف فالنزيف يبطل، لكن دوام السبب بيرجع العرض مره ثانيه، مناخيرها هتبدا انها فيها التهابات والحر موجود زي ما هو، تبدا المخاط ينزل، يبدا ياكل حته ثانيه، يعمل نزيف في حته ثانيه، نضطر نكوي. بعض الدكاتره يقعد يكوي لغايه ما يكوي المناخير، معظم حته كبيره من المناخير من جوه، يبدا يحصل شويه مشاكل زي ثقب في الحاجز الانفي، مشاكل انا ما بحبش اوصل لها، عشان كده انا مقل جدا في موضوع الكي. معانا اتصال. استاذه منى، السلام عليكم. استاذه منى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الله يسلمك، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت، انا يوميا طول السنه عندي اقوم الصبح بيبقى في افرازات تقيله قوي جامده في زوري، وبطلعها. لونها ايه؟ بتبقى بيضه. بيضه بس كثيفه. كثيفه ولا خفيفه؟ لا كثيفه. كثيفه. وساعات بتطلع معايا بصعوبه، وساعات مثلا لو خدت شويه ميه كده وجبتها الاقيها تنزل بسهوله. طيب انت حضرتك وانت نايمه بتنفسي من بقك ولا من مناخيرك؟ لا عادي، بتنفس عادي خالص من مناخيري. من مناخيرك عادي خالص. بيجي لك حك او اكلان احيانا في مناخيرك؟ لا. بيجي لك عطس متكرر؟ ايه؟ عطس، بيجي لك نوبات من العطس؟ بس مش كتير. طيب احيانا بينزل من مناخيرك شويه ميه كده خفيفه؟ ممكن. طيب احيانا مناخيرك بتكتم وتفتح وتكتم وتفتح باستمرار كده، يعني ساعتين تلاقيها مكتومه، اربع ساعات مفتوحه، ده بيحصل؟ لا. بالنهار او بالليل مش وقت الوقت؟ لا. طب لما بتشمي اي روائح او اي دخان بتحسي ان انت مخنوقه شويه؟ الدخان بتاع السجاير ده بيتعبني جدا. تمام خلاص. ساعة ما اشمه احس ان كاني زوري اتكوم فيه كده حاجات. تمام، شكرا يا مدام منى، انا هجاوب حضرتك حالا، اسمعيني من التلفزيون. شكرا ليك. بص يا مدام منى، اللي انت بتقولي عليه ده هو اعراض حساسيه الانف والجيوب الانفيه. هما بيجوا سبع اعراض اللي احنا اتكلمنا عليهم في حلقه سابقه، بتيجي في صوره كتمه بتروح وتيجي في المناخير، مش لازم كلهم يبقوا عندنا عشان يبقى عندي حساسيه، لو عندي اثنين او ثلاثه من السبعه دول يبقى انا عندي حساسيه. بيجي لي اكلان او 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 احيانا في المناخير، عطس متكرر، كتمه بتروح وتيجي زي ما قلنا، افرازات بتنزل من ورا الانف اللي هي بقى مدام منى بتشتكي منها طول الليل، الافرازات بتتجمع لونها بيضه كثيفه. تمام، بيجي لي حرقان في العين احيانا، دموع متكرره، احمرار متكرر في العين. طيب علاج الحساسيه ايه؟ علاج الحساسيه نمره واحد، اتجنب الحاجه اللي بتهيج لي الحساسيه، اللي هو ممنوع الروائح تماما، سواء ريحه حلوه او ريحه وحشه، ما اشمش برفان ولا احط مزيل عرق ولا اشم ديتول ولا اشم جاز، اي حاجه لها ريحه انا ممنوع منها، اي حاجه لها دخان نفسه انا ممنوع منه تماما، سواء سجاير سواء بخور سواء تراب، اي حاجه لها دخنه او دخان انا ممنوع منها. يا ريت اغير غطاء الخدوديه او غطاء المخده، وده اهم حاجه اللي مدام منى، يا ريت اغير غطاء المخده او غطاء الخدوديه كل يوم قبل ما انام، واحط حاجه قطنيه انام عليها، علشان حته الحساسيه احيانا بتكون مرتبطه بالتراب اللي موجود في السرير او في المخده اللي احنا نايمين عليها، بتزود الحساسيه اثناء الليل، بصحى تاني يوم الصبح زوري مخنوق. علاجي ايه لمدام منى بالاضافه للحاجات دي كمان؟ ان انا اشرب سوائل كتير جدا، مش اقل من 20 كوبايه ميه في اليوم، وخاصه ان احنا داخلين في الصيف، فالسوائل في جسمنا بتنشف، فنشفان السوائل في جسمنا ده بيؤدي ان المخاط اللي هو بينزل مع الحساسيه برضه بينشف، فيعمل لي مشاكل او يعمل لي الخنقه اللي مدام منى بتشتكي منها. فاشرب ميه كتير جدا، اصحى الصبح اشرب ميه، لو صحيت بالليل ممكن بجنب ازازه ميه اخد لي بقين ميه طول الوقت، بالاضافه لي بخاخات باخدها في الانف، بخاخات دي علشان
هدي موضوع الحساسية بصورة كبيرة، بإضافة آخر حاجة حاجات تدوب المخاط علشان تساعد. مدام منى لو عاوزين أمليك الأدوية دي، لأن ما ينفعش أقولها على الهواء للأسف، يا ريت تتصل عليا بعد الحلقة وأنا هملها لك، وإن شاء الله ربنا هيجيب الشفاء على طول إن شاء الله. نرجع أعزائي المشاهدين بسرعة بقى لموضوعنا اللي هو اللوز. ليه اللوز؟ ليه اللوز بحتاج أشيلها؟ اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. الجيش بتاعنا اللي هو بيهاجم الميكروب، بدل ما بيهاجم الميكروب او هو بيهاجم الميكروب، بيهاجم انسجة من جسمنا. انسجة دي هي واهم حاجة هي عضلات القلب، عضلات القلب وصمامات القلب. فيبدا يحصل عندي حاجه اسمها الحمى الروماتيزميه، هي دي الكارثه، او هو ده الحاجه اللي بحطها بين مربع واحط تحتيها 50 خط وبخاف منها وببقى مقلق منها وحريص منها. طيب علشان ما نوصلش لهذه المرحله، وعشان ابننا ما نرجعش نبكي على اللبن المسكوب زي ما بيقولوا، وارجع اقول يا ريت اللي جرى مكان، انت بحتاج ان انا اعمل اللوز. في شويه كرايتيريا او شويه حاجات الكتاب الاجنبي الطبي بتاع الانف واذن اتكلم عنها، وده هقولها لكم، وعاوزكم كلكم بعد كده بعد ما اقول لكم الحاجات دي هتبقوا دكاتره انف واذن، وانتوا تعرفوا ابنكم محتاج ولا لا يعمل لوز. لكن بعد ما نتكلم استاذ عبد العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. استاذ عبد العزيز ازيك؟ ازيك يا فندم، الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ اتفضل. لو سمحت يا فندم، انا عندي العصب السمعي ودني بتوش. عملت مقياس سمع يا رزق؟ عملت مقياس سمع. طلع في ايه المقياس سمع؟ مقياس سمع ودن الشمال قل شويه عن اليمين. اللي هو العصب ولا التوصيل؟ لا العصب، العصب يعني انا بتوش فيها، بتوش كده من جوه، بحس لو في هدوء كده اسمع الوش. يعني لو هديت تسمع الوش. طيب في سؤال تاني ليك يا استاذ عبد الرازق؟ لا يا فندم، هي فندم كده الوش ومن جوه، وساعات بتبقى مكتومه، بس امال الوش ده تملي في الهدوء، وانا قاعد في الهدوء كده الوش يشتغل، ما اعرفش انام طبعا. طب تقدر تقول لي مقدار ضعف السمع قد ايه، ولا انت مش عارف؟ لا لا عارف، يعني هو يعني ما كملش يعني في المسمى كذا مره، الدكتور قال لي وصل يعني الربع مثلا كده. حاضر، في سؤال تاني ليك؟ مش في النص خالص. طيب في سؤال يا زبازق؟ نعم. في اي استفسار تاني؟ لا يا فندم، هو طيب. بس يا ريت اشوف حاجه يكون علاج للوجه اللي اسمعني من خلال التلفزيون. اسمعني. طيب وللاسف احنا مش معانا الا خمس دقائق، فهتكلم ارد على استاذ رزق بسرعه، هنتكلم على اللوز بسرعه. يا ريت بقى ما يبقاش في اتصالات، مع اني بحب اعزائي المشاهدين عشان نتكلم على الموضوع ده، لان الموضوع مهم جدا بتاع اللوز. استاذ عبد الرازق، بالنسبه للعصب السمعي، العصب للاسف لما بيجي فيه ضعف او قله في العصب نفسه، خلي بالك احنا عندنا كل اعزائي المشاهدين يبقى عارفين السمع عباره عن جزئين مهمين، التوصيل والعصب. التوصيل فيه مشكله بقدرة ربنا، وان شاء الله ليها علم، ليها حل في العلم الحديث، سواء عملية، سواء في مية رطبلة بنعالجها، سواء عظمة الركاب بنغيرها، ليها حل. لو التوصيل في مشكلة بقى له حل، لكن العصب نفسه لما يكون في مشكلة ملوش حل دلوقتي الا في حالة فقدان التام للعصب، بتعمل حاجة اسمها زرع القوقعة، ودي عملية مكلفة جدا، وغالبا ما بتحتاجهاش الا في لما يكون العصب في الناحيتين في مشكلة. لكن بتصعب هذا، اعتقد هو مشكلته مش كده، مشكلته زي بالظبط لو واحد عنده عين ضعيفة وعين قوية، يحس بزغللة في عينيه، هو عنده ودن بتسمع كويس ودن فيها الربع السمع ضعيف، فهو حاسس بوش أو طنين في الودن اللي هي ضعيفة. حله إيه في الحالة دي؟ حلنا حاجة من الاثنين ملهمش ثالث، يركب سماعة في الودن الضعيفة عشان تبقى قوية عشان ما اسمعش الوش، ده الحل الأمثل اللي بيقولوا عليه، يا إما أطنش الوش. يعني إيه أطنش الوش؟ يعني دايما الوش بيجي، وده اللي بيتقال عليه دايما الأستاذ عبد الرازق بيقول، اللي هو بيجي بالليل في الهدوء، أشغل جنبي قرآن، اشغل جنبي مزيكا، اشغل جنبي حاجه انا بحبها عشان ابدا انسى الوش، وابدا دايما ما افكرش الوش، وابدا افكر في حاجات تانية غير الوش، هيلاقي الموضوع بدا يتحسن جزئيا مع شويه ادويه بنديها عشان تزود من وصول الدم للمخ، عشان وتزود من الدوره الدمويه بتاعه الودان، عشان تحسن شويه من السمع. ده بالاضافه لازم كمان هشوف عندي في بعض الاسباب اللي ممكن تعمل الوش غير الودن، ممكن يكون عندي مشكله في الضغط اظبطها، مشكله في الانيميا اظبطها، اي مشاكل في السكر اظبطها، في الغدد اظبطها، بعد ما اظبط مشاكل الجسم كلها وابقى ما عنديش الا الودن بس، في الحاله دي ممكن زي ما قلت لك يا استاذ عبد الرازق يا نركب سماعه يا اما نطنش الوش. نرجع زي ما شادين بسرعه لموضوع اللوز، ودي حاجه مهمه. ايه الحاجات اللي بتخليني اشيل اللوز؟ ايه الحاجات اللي لقيتها عند بنتي او ابني اقول للدكتور يا
دكتور مش انا بنتي عاوز اشيل اللوز، لا يا دكتور انا عاوز اشيل اللوز. الحاجات دي بتقول نمره واحد عدد مرات الاصابه الحاده في السنه. يعني ايه؟ يعني لو ابني بيجيله سخونيه واحتقان وقفله زور وصديد على اللوز، لان بعض الناس بيبدا يعد السخونيه عموما، جاله شويه احتقان فيروسي يحسبها، جاله شويه مغص ونزله والعيل بيجيله اسهال وترجيع مع شويه سخونيه يحسبها، لا ده كله غلط. امتى بحسب المره او العدد اللي هقول لكم عليه دلوقتي؟ لما يكون العيل بيسخن اكتر من 7 مرات في سنه واحده، او 5 مرات في سنتين، او 3 مرات في 3 سنين متتاليه، والسخونيه دي لازم يكون مصاحب فيها صديد على اللوز وكتمه وصعوبه في البلع وحراره مرتفعه، ويشخصها لازم يكون دكتور مختص، سواء دكتور الاطفال او دكتور الانف واذن. كل اب وكل ام شاطرين يجيبوا ورقه وقلم ويكتبوا من 1/1/2012 الولد جاله دور سخونيه ودور لوز، يوم 1/4/2013 يوم تحسب بالورقه والقلم ابنك سخن وجاله صديد على اللوز وجاله التهاب واحتقان كم مره. لو جات له اكتر من 7 مرات في سنه، 5 مرات في سنتين، 3 مرات في 3 سنين، يبقى في الحاله دي ابنك عاوز يشيل اللوز. ده اول سبب. تاني سبب، لو كان الولد عنده حاجه اسمها اللوز المزمنه، لوز حجمها كبير جدا ماشي، وفي نفس الوقت بتبدا تاثر على رجليه وبيشتكي من صدره، يمشي شويه رجله بتوجعه، تبدا تعمل له شويه تحليلات، نعملها سرعه الترسيب والميكروب السبحي والسي ار بي، نلاقي الحاجات دي مرتفعه جدا، نديله شويه العلاجات بتاعتها اللي المفروض تنزلها، تنزل شويه او ما تنزلش، وبعدين ترجع ترتفع تاني. في الحاله دي اللوزه دي عباره عن بؤره صديديه او قنبله موقوته في جسم الطفل، عماله تبعت ميكروبات وتبعت حاجات لجسم الطفل، فالحاله دي برده محتاج ان احنا نشيلها. نمره 3، الحجم الكبير جدا اللي بتخلي بعض الامهات تقول لي مثلا الولد ما بيعرفش ياكل، لما بياكل اي لقمه بيتخنق، لو بيشرب شويه ميه ممكن يزرق، النفس ما بيعرفش يتنفس بالليل، الكتمه المستمره طول الليل، الولد ما بياخدش نفسه طول النهار، عاوز ينام مش عارف ينام كويس لا بالليل ولا بالنهار. طول السنه يا فندم ولا يوم ايام الالتهاب بس؟ لا يا دكتور، طول السنه الولد تعبان. في الحاله دي برده بحتاج ان انا اشيل اللوز. في بعض الحاجات او بعض الدواعي اللي انا بشيل فيها اللوز بس بتبقاش اكتر في الاطفال، بتبقى اكتر في الكبار او في سن الاكبر شويه، اللي هو وجود خراج خلف اللوز اللي هو بريتون سولار ابسس. ده بيجي دايما في سن الشباب، سن 15 لحد 20 سنه، وقت العيل لو جاله خراج مره واحده خلف اللوز في الحاله دي، سواء عيل او راجل او اي حد يجيله خراج مره واحده خلف اللوز، يبقى لازم في الحاله دي اللوز تتشال فورا بدون انتظار، لانه هيجيله تاني، لان القاعده العلميه بتقول once بريتون سولار ابسس always بريتون سولار ابسس. يعني لو جت صديد خلف الخراج خلف اللوزه مره، هيجي تاني وهيجي تالت. برضو بنشيل اللوز احيانا كجزء من عمليه اخرى في علاج متلازمه الشخير اثناء النوم او الاوسس، بشيل اللوز وجزء من سقف الحلق عشان افتح المنطقه بتاعه الزور دي واخلي الانسان يعرف ياخد نفسه. بعد الشر لما يكون في بعض الاورام او في ورم في اللوزه، في الحاله دي برضو بقدر اشيلها. لكن اول 3 اسباب اللي قلنا عليهم هم اهم 3 اسباب بالنسبه للاطفال. كان نفسي نكمل موضوع اللوز اعزائي المشاهدين، لكن الوقت معاكم بيمر بسرعه جدا جدا. ان شاء الله في الحلقات الجايه هنبدا نكمل بنشيل اللوز ازاي، وهنجيب فيديوهات مصوره وهنكمل بنشيلها عن طريق ايه في الجراحه وفي الليزر وفي كوبليشن، منين افضل ومنين اسوأ ومزايا دي ايه وعيوب دي ايه. كل ده هنجاوبه ان شاء الله في الحلقات الجايه، ومشاكل استئصال اللوز وايه اللي متوقعه وايه اللي متوقعوش وايه الطبيعي وايه اللي مش طبيعي بعد ما شيل الوزن ده، هنكمله ان شاء الله في الحلقات الجايه. اعزائي المشاهدين، في الختام استودعكم في حفظ الله وعنايته، على امل ان نلتقي بكم دائما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللي همتك القوي ابتلاء الا هديه، بس نصبر على البلاء. اللي همتك القويه تسأل الله الشفاء، خد بأسباب الحياة، شوف طبيب عنده الدواء يرسم